شهد افتتاح معرض الانتظار الذي أقامته مبادرة فن البحرين عبر الحدود آرت باب لعدد من الفنانين البحرينيين في المتحف المعاصر بمدينة البندقية بالجمهورية الإيطالية. شهد حضورا لافتا وتفاعلا كبيرا من قبل الحضور الذين أبدوا إعجابهم بما يتمتع به الفنان البحريني من إبداع متفرد وحس فريد يرتكز على حضارة مملكة البحرين ويمتزج مع المعاصرة الحديثة. وتأتي أهمية إقامة هذا المعرض بالتزامن مع الحراك الفني الكبير في مدينة البندقية التي تمتاز باستقطابها لآلاف الزوار والسياح سنويا وإقامة العديد من المعارض الفنية ذات السمعة والصيت. ويشكل تواجد الفنان البحريني في هذه المدينة فرصة لتعبر عما وصل إليه من نضج ورقي يعكس الاهتمام الذي توليه البحرين بالحركة الفنية. وقدم في المعرض الذي يستمر حتى 12 من مايو الجاري حوالي 20 عملا فنيا لفنانين من البحرين، حيث تم عرض لوحة الانتظار للفنان المرحوم ناصر اليوسف، والتي سمي هذا المعرض باسم هذه اللوحة تقديرا لجهوده الفنية التي تحاكي تراث البحرين الأصيل. هذا وشارك في المعرض عدد من الفنانين البحرينيين بدعم من صندوق العمل تمكين التي تتبنى مبادرة فن البحرين عبر الحدود آرت باب باعتبارها مشروعا وطنيا طموحا. وتضمن المعرض إقامة محاضرة شارك فيها حوالي 40 طالبا وطالبة من أقسام الفن التشكيلي في جامعات البندقية للتعرف على الاتجاهات الحديثة المستخدمة من قبل الفنانين البحرينيين. هذا وكانت مبادرة فن البحرين عبر الحدود قد أقامت عدة معارض فنية في أشهر دور العرض لفنانين من البحرين في كل من الهند وسنغافورة وفرنسا وروسيا وبريطانيا بدعم من تمكين، يأتي من ضمنه تنظيم معرض سنوي في المملكة خلال شهر مارس من كل عام. طبعا مشاركتنا السنة في فينيسيا يعتبر إنجاز عظيم لبرنامج آرت باب اللي تدعمه بتمكين من عام 2017 إلى اليوم. طبعا هذه فرصة عظيمة للفنان البحريني وخاصة الشباب البحرينيين المبتدئين في هذا المجال، وإحنا حابين ندعمهم بجميع الطرق. أعمال الفنان ناصر اليوسف كمثابة كبسولة زمن تضم من خلالها حقبة جميلة من فترات البحرين، اللي هي شلون تبين طيبة الناس وطريقة الحياة، الأهازيج الشعبية، وهذا الشيء يعني يبرز البحرين ويبرز مدى ثقافة المجتمع. ففي هالعمل قاعدة استعمل كل الخرق اللي مصنوع باليد، فبعضه مصنوع في البحرين، بعضه في الاستوديو انا صانعته ونسجته، وبعضه مجمعته من كل انحاء العالم. This exhibition called The Wait is هذا المعرض الذي يحمل اسم انتظار هو جزء من برنامجنا الدولي والذي بدأنا فيه منذ عام 2016. إنه برنامج هام بالنسبة لنا، لأن ما جئنا به إلى البندقية هي روح البحرين، وإذا نظرت حولك فهو معرض مفعم بالإحساس والاتصال الذي يعبر عنا جميعا وعن إحساسنا بمن حولنا.